للرجل وانقطع الاتصال. يعني أنا قلت أن الرجل الذي قضى 27 سنة في سجون الظالمين دفاعاً عن الحق وكلمة الحق، ما كان له أن يموت موتة طبيعية كأحد الناس على فراشه كما يموت البعير كما يقولون، وإنما هذا موتة تليق بمثل هذا الرجل الذي قضى كل حياته جهاداً عن الحق ودفاعاً عنه، سواء في كتائب المجاهدين في فلسطين او غيرها، ثم قضى في سجون عبد الناصر والسادات وحسني مبارك والسيسي وغيره. انا نفرق بين امرين، بين هذا المجاهد البطل الذي يموت يعني ميته تليق به، وبين الظالمين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء طمس الله بصائرهم وبصيرتهم، فهم لا يرون الحق وهم مقبولون على ما يبدو على الظلم. هذا القاضي الذي لا يتحرك له وجدان، الذي ينبغي عليه ان يقضي بالحق، وانه يعلم ان قاضي في الجنه وقاضيان في النار، قاضي الذي يعرف الحق ولا يحكم به وفي النار، وهذا الرجل على سبيل القطع يعرفون ان هذا القاضي وهو يقضي يعرف انه على الظلم، لان هذه دوائر محاكمه الارهاب التي اختارها نبيل صريف على عينه جاءت لتحكم على الاخوان على هذا النحو، وهم يعلمون يقينا انهم ظلمة. هؤلاء القضاة الذين الواحد منهم لا يستطيع أن يتلو آية من كتاب الله ولا أن يقرأ جملة من اللغة العربية، لا أعرف كيف تخرجوا في كليات الحقوق ولا يدرسون القانون ولا كيف كانوا في النيابة. المتواطئون في قتل الأستاذ مهدي عاكف وغير الأستاذ مهدي عاكف والسجانون والمعذبون هم ليسوا فقط الضباط ولا الجنود، إنما كل عضو نيابة شارك في حبس متهم بريء، وكل قاضي جلس على منصة القضاء ليقضي ظلما إرضاء لحاكم في الأرض وإغضابا لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. كل من شارك، ضابط كان في القوات المسلحة أو في الشرطة أو في غيرها، في حبس هؤلاء المظلومين. يعني في كل حقوق الإنسان يا دكتور أسامة في مصر، يعني يزكم الأنوف والعالم كله يتحدث، والمنظمات الحقوقية هيومن رايتس ووتش ومينوترز وغيرها تتحدث، والنظام يعني يجعل ودنا كما يقولون ودنا من طين وودنا من عجين. هؤلاء طبعا ختم الله على قلوبهم على أرض الصريح، حتى لو رأوا الحق لا يستطيعون أن يفعلوه لأنهم من كثرة ما ظلموا، فكيف يختم لهم بالإيمان؟ هذا الرجل كما قلت والأشجار تموت واقفة، والهامات العالية لا يمكن أن تنحني إلا لبريئها. هذا الرجل عبارة عن كتاب عنوانه الشهادة وفصوله الجهاد والرجولة والكرم والكرامة والفداء والإباء ومكارم الأخلاق والثبات والتجرد والإخلاص والوفاء. كتاب سيدرس للأجيال القادمة للثبات على الحق. كلنا سيموت، الكل سيبقى الله عز وجل، ولكن الإنسان الكريم يختار لنفسه الميتة التي تليق بالكرماء والجبناء. الجبان يموت في اليوم 1000 مرة، أما الجريء لا يموت إلا عندما يوفيه الأجل. الكل سيموت، لابد أن ندرك هذه الحقيقة. ولكن أنا أقول دائما، هل الجبن يؤخر أجلا؟ وهل الجرأة والشجاعة تقدم أجلا؟ لا يمكن. لذلك الرجل في عقده التاسع، هؤلاء الظالمون المتكبرون الوحوش المجرمون عندما يجيزون على حياة مثل هذا الرجل وفي شيخوخته في العقد التاسع من عمره، يعني يلحق بهم العار، يعني هم يفعلون اكثر مما فعل ما كان يفعل اهل الجاهليه الاولى، لا يستحون من فعل كل قبيح وكل خلق ذميم، وخلاص يعني ما عادوا يستحون من شيء، وكما يقول الحديث ان لم تستحي فاصنع ما شئت. هل تذكر مواقف شخصيه بينك وبين سيد عادل؟ نعم، انا اذكر عن الاستاذ عاكف انه يعني انا اقول انه حتى في وسط الاخوان هو فارس لم يتكرر، ورجل منفتح على الكل بلا استثناء. استاذ مهدي عاكف اول من قال لجموع الاخوان انزلوا للشوارع بلا تنسيق، وكان من بدايات وفاه الاستشاري الدكتور الرنفيسي والشيخ احمد ياسين، وكان منفتحا على كل القوى السياسيه. انا اذكر الاستاذ مهدي عاكف ضرب المثل في ترك مكانه كمرشد عام للاخوان المسلمين مع الحاح الكافه عليه، ولكنه ضرب النموذج والمثل الذي ارجو ان يستفيد منه غيره. ضرب النموذج الفذ في الاخوان المسلمين وهو في قمه النجد الجماعه
وكان مرشدا عاما، ومع ذلك تنازل عن ذلك طواعيه ولم يرد ان يكمل يضرب المثل سواء للحكام او للاخوان، وعلى الجميع ان يستفيد من هذه التجربه. انا التقيت الاستاذ مهدي عاكف رحمه الله رحمه واسعه كثيرا، واذكر انني عندما ذهبت مره اليه في مكتب الارشاد وانصفني في موضوع ما كنت احدثه، فوجدت رجلا منفتحا يتحدث كانه شاب في العشرين او في الثلاثين من عمره، رجل كله حيويه، وعندما تحدثت معه وجدت افقا واسعا وصدرا فسيحا كانني اعرفه منذ سنوات طويله، كنت احس فيه بحنان عجيب، حنان الاب الذي يحنو على ابنائه ورعاية المعلم لتلاميذه وسعة صدري وسعة افقه. وكان اميز ما يميز الاستاذ مهدي عاكف انه لقبوله للراي الاخر وليس للنصيحه فحسب بل والنقد ايضا بكل صدر رحم. كان نموذجا رحمه الله رحمه واسعه، نموذجا فذا يحتذى به ويدرس سواء لعموم الناس او لداخل الاخوان المسلمين. عليهم ان على الاخوان جميعا ان يستفيدوا من الاستاذ مهدي عاكف ومن تجربته الثريه في جهاده ونضاله ووفائه واخلاصه وانفتاحه على الاخرين وقبوله للراي الاخر وحسن ادارته للخلاف مع الكل وكرم اخلاقه وطيب معدنه ويعني لين جانبه وخفض جناحه للجميع. كان الاستاذ مهدي عاكف، اسال الله تبارك وتعالى ونحن نستودعه ارحم الراحمين ان يتغمده في واسع رحمته وان يسكنه الفردوس الاعلى وان يسقيه من حوض الحبيب المصطفى والنبي المجتبى شربه هنيئه مريئه لا يظمأ ولا نظمأ بعده ابدا، وان يلحقنا به في الصالحين غير خزايا ولا مبدلين ولا مغيرين بل على الحق ثابتين وللواء الله تبارك وتعالى رافعين. ونسال الله تبارك وتعالى ان يختم لنا بالايمان كما ختم له وللاولين اجمعين يا رب العالمين. امين. اشكرك شكرا جزيلا عادل راشد عضو البرلمان المصري في الخارج، واستعرض معكم عدد اخر من التغريدات لان هذا الهاشتاج يعني المفاجاه بالنسبه الي هي ليست مفاجاه، يعني كنا نعلم ان مهدي عاكف رجل يجمع عليه الجميع داخل وخارج مصر، ولكن التفاعل على هاشتاج